الجهد الدولي الذي يجري لتطبيق قرار مجلس الأمن 1973 في ليبيا. ما زال سابق لأوانه إلا أننا حققنا تقدما كبيرا لحد الآن. في هذا الأسبوع قوات قذافي كانت مستعدة للدخول إلى بنغازي في نهاية الأسبوع، وحيث أن مئات الملايين مئات الآلاف من المدنيين في تلك المدينة كانوا معرضين للخطر، والآن هذه القوات دفعت إلى الوراء وأصبح سكان المدينة في أمان. وأن قواتنا قللت إلى حد كبير قوات الجوية الليبية، وطبقنا قرار حظر منطقة حظر الطيران. أعلم أن هناك أيضا جهود لتقديم المساعدات الإنسانية، ولمن علينا أن نتذكر الكثير من الليبيين يشعرون بأمان أكثر لأن المجتمع الدولي تحرك. طبعا التحديات ما زالت قائمة طالما أن قذافي يواصل توجيه قواته للهجوم على أبناء شعبه. لذلك في الولايات المتحدة ستواصل دعم هذه المهمة، وسننقل القيادة والسيطرة إلى حلف شمال الأطلسي الناتو. وراء ليبيا الوقت مهم جدا للمغرب والشرق الأوسط. شاهدت ذلك بوضوح عندما زرت تونس ومصر في الأسبوع الماضي، ولقد كانت زيارة ملهمة عندما التقيت بالشباب والناشطين من المجتمع المدني الذين يعبرون عن رغبة كبيرة ليتمتعوا بديمقراطية خاصة بهم وأن يكون لهم رأي في قرارات التي تؤثر على حياتهم. المغرب تقع في موقع جيد لتولي القيادة في هذا المجال لأنها تسير على طريق تحقيق التغييرات الديمقراطية، وأن جلالة الملك محمد السادس قد سوى حكومته سمح المواطنين المغاربة أن يعبر عن أنفسهم بصراحة وبسلام، وقد كان واضحا في مواجهة التحديات القادمة. وأن الملك عبر منذ زمن بعيد عن التزامه بإجراء الإصلاحات، وقد قام قلق خطابا مهما في هذا الأسبوع على التطرق في إصلاحات شاملة تضمن إجراء انتخابات برلمانية حرة بما ذلك انتخاب رئيس وزراء، وأيضا تأسيس نظام قضائي وتأمين حقوق الإنسان لكل المغاربة بما ذلك مجتمع المزير. وأن هذا كله يقوم على الإصلاحات السابقة التي قام بها الملك الذي يضمن زيادة حقوق النساء والتعليم المجاني. كأننا ندرك أهمية الطموحات التي وصفها جلالته، وأننا نأمل أن يستمر تنفيذ هذه الرؤية بسرعة. كما أننا نطلع بتفاؤل كبير إلى المزيد من التعمق والتعزيز لشراكتنا الاستراتيجية بالتعاون مع المغرب في قضايا كثيرة. وأني كلمتي حول موضوع ذو أهمية كبيرة للمغرب ولجيرانها، ألا وهي الصحراء الغربية. أن سياسة الولايات المتحدة بالنسبة للصحراء الغربية هي ثابتة من إدارة إلى أخرى. إننا نريد أن نرى حلا سلميا لهذه القضية، وابتداء من إدارة كلينتون ووصولا إلى إدارة بوش وحتى الإدارة الحالية إدارة أوباما. لطالما أكدنا رأينا بأن خطة المغرب للحكم الذاتي جادة ومجيدة وذات مصداقية، وهي أسلوب جيد يرضي طموحات الشعب في الصحراء الغربية لإدارة شؤونهم بسلام وكرامة. إن الولايات المتحدة تدعم بقوة جهود السفير كريستوفر روس وبلادهم لهذا الغرض. إذا مرة أخرى أشكركم مرة أخرى لكل العمل الذي نحققه سويا وكل العمل الذي ما زال أمامنا. أسعدتم مساء. أود أولا أن أقول بأنني سعيد جدا بوجودي هنا في واشنطن مرة أخرى وبأن أجري هذا اللقاء الرائع المثمر مع صديقتي السيدة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون. في هذه المناسبة ومرة أخرى تحدثنا عن الروابط الطويلة والعميقة بين المغرب والولايات المتحدة، وكما قالت السيدة الوزيرة أننا سعداء بأن يكون لدينا خارطة طريق للمستقبل فيها اتجاهات ورؤية واضحة للعمل ورؤية ونتائج ملموسة لفائدة الشعبين. طبعا تحدثنا عن أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك عن
فيما له صلة بما يحصل في العالم العربي. وطبعا أن المغرب ترحب بكل هذه الطموحات المشروعة للشعوب بأن تعيش بحرية وديمقراطية. ليس هناك أي استثناء عربي للمبدأ العالمي للكرامة والحرية. طبعا نحن نشجع ونزيد من تشجيعنا في أسلوب متماسك وطريقة متكاملة لنرى نجاحا لما يحصل في تونس ومصر، وكما أننا علينا أن نعمل سوية لتجنب وأن نكافح بعض المخاطر، لأن ما هو مؤكد هو أن الربيع العربي قد بدأ، ولكننا لسنا متأكدين تماما بأن الصيف العربي سيلي هذا الربيع العربي وربما هنا وهناك سنتوجه مباشرة إلى شتاء مظلم. لذلك فإن مناقشاتنا اليوم مع زميلتي مفيدة ومثمرة جدا لنا، إذ أن السيدة وكما قالت السيدة الوزيرة فإن المغرب شاركت في القمة الأخيرة في باريس، وقالت المغرب بوضوح بأن القرار 1973 هو ملزم بالنسبة لجميع الدول، وأن كل دولة لها الحق أن تشارك في التطبيق الكامل لهذا القرار. أن المغرب طبعا ونتيجة للعلاقات القوية بين شعبي المغرب والليبيا وهما أعضاء في الاتحاد المغربي، ستواصل المغرب بالمساهمة والمشاركة في تطبيق هذا القرار. وإننا نقول ونكرر بأن